ما تديرش فيها فيلم هندي وبيه ليا فيك او من الباص. فدعت السعادة الحق في جودة السكن. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن جولة عبر أهم المقالات الصادرة في صحفنا الوطنية لنهاية الأسبوع. ونستهل جولتنا من يومية الناس التي تكتب تحت عنوان بائع متجول بتونات يقتل والدته بتحريض من خالها. وتكتب الصحيفة اهتزت ساكنة دول كرداشا بإحدى القرى النائية بإقليم تونات على وقع جريمة ضد الأصول، راحت ضحيتها سيدة في ربيعها السادس متأثرة بما ألحقه بها ابنها من ضربات في الرأس بواسطة آلة حادة. مشروع قرار أمريكي جديد بخصوص الصحراء يغضب البوليساريو، عنواننا تطالعونه ضمن يومية المساء التي تكتب على صدر صفحتها الأولى. في ظل السياء الذي خلفه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص الصحراء المغربية، كشفت مصادر دبلوماسية من داخل هيئة الأمم المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة تقدمت بمقترح قرار حول ملف الصحراء يقضي بتجديد مهمة مينورسو لسنة أخرى دون تكليفها بمراقبتها حقوق الإنسان في المنطقة. ونختم من يومية الأخبار التي تكتب تحت عنوان الجقر ورفاقه مهددون بفقدان عضويتهم بمجلس النواب. وتكتب قرر رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب تمديد عطلة مجلس النواب بعد مرور أزيد من أسبوع على انتخابها رئيسا دون تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب أجهزة وهيكل المجلس في انتظار توصل إلى حل الأزمة فريقي الاتحاد الاشتراكي. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الصحفي، نشكر لكم طيب المتابعة. نهاية أسبوع موفقة، في أمان الله.